دخلت أزمة المهاجرين العالقين عند حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري. فقد هدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بوقف نقل الغاز والبضائع إلى الاتحاد في حال فرض الأخير عقوبات على بلاده. وروسيا أرسلت قاذفتين استراتيجيتين لهما قدرات نووية في مهمة تدريب اليوم فوق بيلاروسيا في استعراض لدعم موسكو لحليفتها. في ظل هذا التصعيد يعيش المهاجرون واللاجئون في ظروف قاسية، ويحاصرهم الحرس البيلاروسي من جانب وحرس الحدود البولندي من جانب آخر. قطعوا المسافات بحثا عن حياة كريمة بعيدا عن أوطانهم، لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين وسط لعبة صراع سياسي دورهم فيها ورقة مساومة. إنها مأساة المهاجرين الواقفين عند أبواب الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا. قدموا من سوريا والعراق ودول أخرى. توصد بولندا في وجوههم تلك الأبواب. ينظر رئيس وزرائها لمحنتهم مسرحية تهدف لخلق الفوضى في الاتحاد. ينشر ما لا يقل عن 15,000 جندي مدعومين بالدبابات ووحدات الدفاع الجوي. يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعقل المدبر لها. أما الهدف من نقل هؤلاء اللاجئين بحسب الأوروبيين فهو الانتقام. بيلاروسيا مستاءة من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات عليها إثر قمعها المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020. تريد رفع تلك العقوبات. يغضب رئيسها ألكسندر لوكاشينكو الأوروبيين. لن نرضخ للابتزاز، يرد وزير الخارجية الألمانية. تتضامن الولايات المتحدة معهم، تقول إنه تلاعب واستغلال سياسي لضعفاء. ينفي لوكاشينكو هذه الاتهامات. تدخل الأزمة منعطفا جديدا. الاتحاد الأوروبي يحضر لحزمة ثانية من العقوبات على مينسك، تهدد بيلاروسيا بالرد. سنوقف نقل الغاز الطبيعي والبضائع. دول أوروبية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ لبحث الأزمة. في المقابل تصعد روسيا عسكريا دعما لحليفها لوكاشينكو. تستعرض قوتها، ترسل في سماء حليفتها قاذفتين لهما قدرات نووية في مهمة تدريب. هكذا يجد المهاجرون أنفسهم في قلب صفحة من صفحات الصراع السياسي بين روسيا والاتحاد الأوروبي. إلا أنه وبرغم كل هذه التشعبات والأبعاد السياسية والعسكرية، فإن أزمتهم تظل إنسانية يجب التعاطي معها وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الشأن، كما يرى الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو. هو لا يعفي الاتحاد الأوروبي من المسؤولية. يقول إن التصرف البولندي لا يتماشى مع تلك الاتفاقيات التي تلزم الدول بمنح اللجوء لمن يطرق أبوابها. للتحليل والنقاش ينضم إلينا من موسكو الكاتب الصحفي يفجيني سيدروف، ومن بروكسل عبر سكايب بيتر كليبي رئيس تحرير موقع بروسلز ريبورتس، ومن باريس المحامي والمستشار في قضايا اللجوء والهجرة باسم سالم. تحياتي لكم جميعا ضيوفنا الكرام. سيد سيدروف سأبدأ معك. موسكو تقف إلى جانب مينسك كما يقف الحلفاء إلى جانب بعضهم سياسيا عسكريا، ولكن وجهة النظر التي ربما سمعتها في التقرير على لسان رئيس وزراء بولندا بأنه الأمر يتجاوز ذلك بكثير، بوتين هو العقل المدبر لكل ما يجري، فهل هو كذلك؟ نعم نعم. مساء الخير لك ولسادة المشاهدين وضيوفكم الكرام. أعتقد أنه يعني هذه المشكلة هي مبالغ ومضخمة بشكل كبير جدا، لأن قضية 10,000 أو 9,000 لاجئين من أولئك الذين أصبحوا عالقين الآن على الحدود البيلاروسية البولندية يمكن حله برأيي واحتوائه خلال ربما ساعات معدودات عن طريق مثلا إجبار بولندا أو السلطات البولندية
على تنظيم ممر إنساني لتمكين هؤلاء اللاجئين من الدخول عبر أراضي بولندا إلى ألمانيا، لأنه لا يخفى على أحد بأن معظم أو أكثرية اللاجئين أعلنوا عن نيتهم التوجه إلى ألمانيا ودون البقاء في بولندا. ومن هنا من غير الواضح تلك الإجراءات التي لم يسبق لها مثيل من حيث كيف وصلوا إلى الحدود البولندية؟ على ذكر ألمانيا سيد سيدروف، لم يتحدث ألكسندر لوكاشينكو ويشير إلى أن ألمانيا ستحتاج إلى عمالة في إطار تصريحات يعني تهكمية منه بعد فرض العقوبات عليه وتوعده باستخدام ورقة اللاجئين؟ أنا أعتقد بأن كل من يشارك الآن سواء من بيلاروسيا أو بولندا أو ألمانيا وعموما دول الاتحاد الأوروبي يتناسون مشكلة واحدة وهي الرئيسية في هذه الحالة، هي مشكلة اللاجئين. لابد لكل الأطراف من أن تترك جانبا خلافاتهم السياسية ولا يحاولون تسييس هذه المشكلة، وإنما يركزون أولا وقبل أي شيء آخر على أوضاع اللاجئين الذين يعانون من البرد وربما من الأمراض وغير ذلك من الظروف الإنسانية التي وجدوا أنفسهم فيها. جير هذه النقاط، ولكن تعليقك على الاتهامات بأن بوتين هو العقل المدبر لكل ما يجري لإزعاج الاتحاد الأوروبي، لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي. هذه الادعاءات لا تحتمل أي انتقاد، يعني هي خارج المنطق السليم. لو كان يعني هناك دور للرئيس بوتين لتصرف تصرفا أكثر ذكاء بالمقارنة مع لوكاشينكا الذي بالفعل ربما أصبح في وضع صعب الآن سواء من الناحية السياسية أو غيرها، ولكن هذا لا يلغي واقع أنه لابد، وأكرر هذه المرة أخرى، من التركيز من قبل كل الأطراف على حل الأمور الإنسانية ومن ثم التحول إلى أمور سياسية. الحديث عن العقوبات وعقاب وإلى آخره. الآن سنتطرق إلى هذه النقطة، يجب أن تعطى. اسمح لي سيد سيدروف، سأنقلها إلى بيتر كليبي. لماذا تركز أوروبا على النقاط الخاطئة؟ المشكلة إنسانية، هناك المئات من اللاجئين في درجات حرارة تصل إلى الصفر مئوية أو أدنى من ذلك، فالاتهامات غير مسؤولة، مفتعلة، سواء لروسيا أو لبيلاروسيا. ما رأيك؟ حسنا، كما ذكرتم هذه الحرب الهجينة ربما بدأت في الواقع من خلال فتح الطرق أمام هؤلاء المهاجرين العالقين اليوم على الحدود بين بيلاروس وبولندا، وبعد ذلك إذا استمر هذا الوضع فلن يكون أمام بولندا أي خيار آخر سوى السماح أو فتح الأبواب البوابات أمام هؤلاء اللاجئين للدخول. وفي الوقت نفسه يجب أن ينتهي هذا الوضع، وربما يكون من السهل نسبيا أن نجد طرقا للتعامل مع هذه الأزمة على المدى القصير، من خلال مثلا أن نبلغ جميع خطوط الطيران التي تجلب هؤلاء المهاجرين إلى بيلاروس أن تواصل رحلاتها إلى أوروبا، وبالتالي لن يستطيعوا بعد ذلك الطيران إلى بيلاروس لمدة شهر أو شهرين أو من هذا القبيل ما لم تنتهي هذه الأزمة أو ينتهي هذا المخطط، إلا أن على المدى الطويل أو المدى البعيد حينما يدخل هؤلاء المهاجرين الاتحاد الأوروبي، وأفترض وأتوقع أن يدخلون إلى هناك، ربما تقبل دول أوروبية بعضهم وبعض منهم سترفض طلباتهم، لكن ربما يكون باستطاعتهم المكوث في الاتحاد الأوروبي، إلا أن عليهم أن ينظروا في واقع رفض طلبات لجوئهم، وربما هذا ما يجعلنا نرى هذا
هذا النشاط المتنامي في عمليات التهريب للمهاجرين عبر الحدود البيلاروسية من أجل زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي. وبالتالي سيجد الاتحاد الأوروبي حلولا أو يضع حلولا ناجعة لحماية حدوده، وربما في بعض الأحيان تكون هناك أفكار لوضع الأسلاك الشائكة أو الحدود المادية والفيزيائية. سأعود لمناقشة هذه النقطة معك بيتر كليبي، الحلول على المدى سواء القصير أو البعيد. ولكن سيد سالم، دعنا نتحدث عن المدى القصير الآن. في هذه الأيام هناك المئات من الأطفال والنساء والرجال، حتى حصلت حالات وفاة ضمن هؤلاء اللاجئين، يعاملون معاملة سيئة سواء من الجهة البولندية أو الجهة البيلاروسية. الوضع الحقوقي والقانوني لهؤلاء ما هو؟ سيدتي، الوضع القانوني والحقوقي لهؤلاء هو استقبال على الأراضي البولندية وتقديم طلبات اللجوء ودراسة هاي الملفات. يعني حتى نحن عم ننصح كجمعيات المهاجرين واللاجئين أنهم ما يقولوا أنه رح تكون بولندا هي بس بوابة عبور لألهم لحتى يصلوا لألمانيا ولباقي دول الاتحاد الأوروبي، لأنه بمجرد ذكر هذا الشيء بفقدهم حقهم القانوني في البقاء أو طلب اللجوء على الأراضي البولندية. يعني بحسب القانون كل من وصل وقطع الحدود البيلاروسية ووصل إلى الحدود البولندية هو له الحق بطلب اللجوء، والاتحاد الأوروبي وبولندا التي تمثله يجب أن تقبل جميع هذه الطلبات وتنظر فيها. لكن نحن رح ننسى دائما التاريخ لورا أنه بولندا عليها عقوبات من الاتحاد الأوروبي نفسه لمعاملتها السيئة للاجئين. يعني كانت تشترط على الاتحاد الأوروبي أن يكون اللاجئ أو المهاجر رح تستقبله على الأراضي عند أيام الأزمة بال2015 أو حاليا أن لا يكون مسلم أو أن لا يكون قادم من الشرق الأوسط، وحتى خضعت لعقوبات بحسب القانون يلي بتته في البرلمان تبع اللي أعطى نقص من حقوق الإنسان للمواطنين البولنديين نفسهم. يعني بولندا هي دولة صحيح هي تابعة للاتحاد الأوروبي، لكن فعليا عليها عقوبات بسبب حقوق الإنسان كان باتجاه اللاجئين أو باتجاه المواطنين نفسهم. هلأ من افتعل الأزمة أساسا هي روسيا وبيلاروسيا من ورائها. أنا لا أتفق مع الزميل من روسيا اللي قال أنه لا رئيس بوتين بعيد عن هذا الشيء. سأخذ رأيك في هذه النقطة، ولكن النقطة المهمة التي أثرتها سيد سالم، هل هذا يفسر رفض وارسو ما تم اقتراحه أوروبيا من المفوضية الأوروبية على قبول دعم ومساندة وكالات أوروبية معنية بأمور الهجرة واللجوء، وتقول إن بولندا ستتعاطى مع الأمر بأسلوبها؟ هل هذا يفسر ذلك؟ سيدتي تماما، يعني بولندا إلى الآن ترفض أي مساعدة. يعني عرضت عليها وزارة الخارجية الألمانية أو حتى وزير الداخلية الألماني عرض عليها مساعدات قوات ألمانية متواجدة على الأرض مثل ما بتم بجارتها ليتوانيا أو لاتفيا، حتى عرضت قوات فرونتكس اللي هي بتدافع عن حدود الاتحاد الأوروبي وبتنظم هاي الحدود أنه تتدخل، لكن كمان رفضت. يعني بولندا ترفض أي تدخل، بنفس الوقت بتحذر من أزمة، بتحذر من حرب باردة، بتحذر من هجوم عسكري. يعني نحن دائما أمام صراع سياسي حرب باردة بين الغرب والشرق. للأسف ضحية هذا الصراع هم المهاجرين واللاجئين والأطفال والنساء والشيوخ المتواجدين على هاي الأرض. يعني حتى البقعة اللي احنا عم نحكي عليها عبارة عن مساحة 3 كيلومتر مكتظين فيها الناس، تمنع بولندا أي مساعدة حتى من الناس المحليين، حتى بتجرمهم إذا قدموا أي مساعدة لهؤلاء الموجودين على الأرض، تمنع وصول الصحفيين، حتى شفنا إطلاق نار على هؤلاء اللاجئين ما بنعرف من الطرف البيلاروسي أو من الطرف البولندي. أنا لا أعفي بيلاروسيا ولا أعفي بولندا من هذا الموضوع. حاليا أتفق مع الزملاء بأنه يجب إيجاد حل سريع، يجب أن يدخلوا إلى بولندا، يجب نظر بطلباتهم تم رفضها أو تم قبول هذا شيء ثاني، لكن لا يجوز أن يبقى المجتمع الدولي يتفرج عليهم وهم على هذه الحدود في هذا الوقت من الشتاء. إذن لا أحد بريء في هذه النقطة. وهنا أعود إليك سيد سيدروف، يعني حضرتك أثرت هذا الموضوع بأنه الآن يجب أن تحل معاناة اللاجئين والمسؤولية الأوروبية في هذا الأمر. هنا أعود للسؤال عن المسؤولية الروسية والبيلاروسية. يعني من ضمن الاتهامات، نيويورك تايمز تنشر تقريرا عن الرحلات المجدولة أسبوعيا إلى مينسك، كيف أنها زادت بمقدار الضعف خلال الفترة الأخيرة. أضف إلى ذلك خط يومي من دمشق إلى مينسك، ودمشق أيضا حليفة لموسكو، وموسكو لها قولتها في تلك البلاد. فالأمور تبدو مرتبة جدا ومنظمة باتجاه خلق هذه المعاناة للاجئين. أين مسؤولية موسكو الأخلاقية ومسؤولية بيلاروسيا الأخلاقية؟
آخر ما يمكنهم أن يتحدثوا عن أخلاقية موسكو أو أخلاق موسكو وحتى بيلاروسيا هم الدول الغربية التي يجب أن تتناسى. وأكرر هذه المرة الأخرى، جذور هذه المشكلة هل خلقها الرئيس الروسي؟ هل خلق هذه المشكلة الرئيس البيلاروسي؟ لابد من أن نتذكر ما الذي تحولت إليه عدد من دول الشرق الأوسط بعد القصف الهمجي من قبل طائرات الناتو، ويعني بعد الهجوم أو الغزو الذي قامت به القوات الأمريكية للعراق. آنذاك ولدت تلك المشكلة وهي ما تزال قائمة حتى الآن. أما مشكلة اللاجئين الحالية، سيد روف، الآن تأخذنا إلى طريق آخر، لأنه هناك من سيجادلك أن أمواج اللاجئين السوريين خرجت من سوريا على أعتاب القصف الروسي في سوريا. هذا يعني موضوع فيه الكثير من التفاصيل. سيد سيدروف، الرئيس البيلاروسي متهم بتنظيم رحلات مدفوعة الأجر تأتي من أماكن معينة وتنقل اللاجئين لحشرهم بين الحدود البيلاروسية والبولندية. إن لم تكن موسكو ضالعة في هذا الموضوع، فهل تدعم هذا الرجل؟ لا أعتقد بأن مثل هذه الفرضية صحيحة. كيف يمكن للرئيس لوكاشينكا أن يدفع ثمن ويعني تكاليف هذه الرحلات كلها، بينما بيلاروسيا تواجه الآن أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على النظام البيلاروسي وعلى الشعب البيلاروسي؟ هو الذي يعاني من هذه العقوبات وليس رموز النظام في أي بلد كان. هكذا هو يعني الحال والوضع الواقعي بالنسبة لكل البلدان. أعود فأقول مرة أخرى، لا علاقة لموسكو بمثل هذه المشكلة التي تذهب بجذورها إلى الماضي الذي يفصلنا عنه عدة سنوات. وبالتالي أولئك الذين خلقوا هذه المشكلة عليهم أن يشاركوا في حلها، وهذا الأمر يتطلب إبداء المزيد من المرونة من قبل كل الأطراف. الدخول الفوري في مفاوضات مع النظام لوكاشينكا من قبل الدول الغربية، والتركيز فقط على أمور تخص اللاجئين، ومن ثم بعد أن تحل هذه المشكلة ويمكن الاتفاق من خلال هذه المفاوضات على حصص معينة لكي تأخذ أو يأخذ الاتحاد الأوروبي على نفسه تعهدات معينة، والرئيس البيلاروسي من جانبه أيضا ربما سيتعهد بالالتزام في هذه الحصص. عندها سوف يتم حل هذه المشكلة بسرعة، ومن ثم يمكن العودة إلى أمور سياسية. وصلت الفكرة سيد سيدروف. سيد بيتر، هل هذا ممكن؟ هل من الاتحاد الأوروبي ممكن أن يدخل في مفاوضات مع ألكسندر لوكاشينكو، علما بأنه التهديد الآن بفرض عقوبات جديدة على نظامه، خاصة بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين؟ هل هذا ممكن؟ لا، لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سينخرط في مفاوضات مع لوكاشينكو. وفي الواقع أعتقد أن العقوبات الجديدة في طريقها إلى الفرض. هذه الحرب الهجينة قد بدأت سلفا مسبقا، اللاجئون وصلوا إلى الحدود مع بولند، ومن الواضح أن هذه حرب منظمة، وربما بدأت من خلال جماعات أقل من المهاجرين. أما الآن فالأعداد بلغت الآلاف من اللاجئين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية. البولنديون نشروا قوات حرس الحدود، إلا أنهم إلى الآن التزموا بضبط النفس وبالتعامل بهدوء، ولكن كل شيء وارد في حال حدثت أخطاء. أعذرني
يعني لأنه يعني هناك حساسية في الشرق الأوسط على ذكر الأخطاء وجمل كل ما يحدث بأنها أخطاء فردية عندما يتم التعرض لحياة الناس ومصائرهم. هنا أريد تعليقك على ما ذكره السيد سالم بخصوص بولندا وطريقتها في التعامل وفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي عليها بسبب هذا الأمر ورفضها تدخل الاتحاد الأوروبي. هنا قيميا ماذا يعني هذا الأمر للاتحاد الأوروبي؟ ما تحاول بولندا أن بولندا القيام به هو الرد، سياسة الرد، وهذه سياسة غير مأمونة العواقب. فالحدود لم تكن مؤمنة وتقول بأنه من غير الآمن لهؤلاء المهاجرين أن يعودوا إلى الحدود البيلاروسية. الحدود هناك قد تكون آمنة وربما يعود من هناك إلى دولهم في الشرق الأوسط. أما إذا كانت بيلاروسيا آمنة أم لا، ما تزال الفرصة قائمة أمام هؤلاء المهاجرين للدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتقديم طلبات اللجوء في تلك الدول نظريا. إلا أن المشكلة الأساسية بشأن سياسة طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تقول أنه حين يتقدم اللاجئ بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي فإن المسألة تغدو في غاية الصعوبة، لأن هنالك أسس قانونية على اللاجئين أن يثبتوا بأنهم لم يصلوا من خلال شبكات التهريب، وعليهم أن يثبتوا ذلك. وربما يحاول هؤلاء اللاجئين الذهاب إلى دول أخرى بحثا عن محاولات تقديم طلبات اللجوء في دول أخرى، ربما يذهبون إلى دول أخرى. لكن الجانب الجيد في هذه المسألة هو أنهم مرة أخرى سيدفعون لمافيات التهريب وللمهربين، ولكن ربما تكون هناك فرصة أمام النساء والأطفال لكي يدخلوا بطريقة أكثر أمنا بذريعة أن طلبات لجوءهم قد رفضت في تلك الدول وعادوا إلى تلك البلدان. ولكن مثلا ربما ترى الدنمارك النظر في هذه الطلبات، ولكن هذا مستبعد. سريعا سيد بيتر، أنا آسف الوقت يداهمني، دير شبيغل تنشر مقال وتتحدث فيه عن المزاج الأوروبي والألماني بخصوص اللاجئين، تقول بأنه بات أكثر واقعية وأقل أخلاقية. هل فعلا التوجه بات أقل أخلاقية في أوروبيا تجاه اللاجئين؟ من المؤكد أنها أصبحت أكثر واقعيا. أما مسألة أقل أخلاقية، دعونا لا نغفل بأن ألمانيا قد استقبلت أعداد كبيرة من اللاجئين، لكن هنالك حدود، دائما هنالك قدرة على الاستيعاب. هل وصلت ألمانيا إلى الحد الأقصى؟ ربما يقول البعض نعم، ربما يكون باستطاعتها استيعاب القليل، ولكن على الأقل كانت هنالك مشاكل ملموسة وملحوظة في أوروبا الشرقية على مستوى اندماج وإدماج هؤلاء اللاجئين. لذا يتعين التفكير مليا الآن فيما إذا كان هؤلاء المهاجرين سيدخلون بصور قانونية أم أنهم سيخرقون القوانين. تمام، أعذرني مرة جديدة للمقاطعة سيد سالم. يعني القوانين تغيرت، باتت أكثر صعوبة. يعني ألمانيا التي استوعبت عدد من اللاجئين، الآن هايكو ماس يتحدث عن ضرورة بناء حاجز حدودي لحل هذه المشكلة التي بدأت منذ 2015. نتاي 10 دولة أوروبية أيضا كتبت نفس المقترح عن الحواجز المادية في تحت عنوان تكييف الإطار القانوني مع الحقائق الجديدة. كيف سيكيفون هذا الإطار القانوني برأيك؟ سيدتي، ليست المرة الأولى اللي بطلب فيها دول من الاتحاد الأوروبي بناء جدار، لكن تم رفضه بأغلبية وزراء الداخلية الأوروبيين.
يعني هذا الاقتراح حتى لو تم تقديمه من السيد هو مرفوض من أغلبية وزراء الداخلية. يعني نحن هيك عم نعزل الاتحاد الأوروبي وعم نخليه يتنكر لكل مبادئه ولكل مواثيقه الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي أو كمفوضية تحمي حقوق الإنسان وتابع لها الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات اللي موقع عليها. نحن حاليا بغض النظر عن تفاصيل ذكر السيد انه في حال يتم رفضهم الدنمارك رفضتهم كذا، لا نحن حاليا هدول لازم جميعهم يدخلوا داخل بولندا، يتم اعاده طلباتهم، يتم توزيعهم مره اخرى، لانه بيلاروسيا قادره الان الى خلق ازمه جديده في اوروبا. الاعداد هائله في المطارات، يعني احنا شفنا صور من العاصمه دمشق، العالم طوابير على الطائرات، شفنا بيلاروسيا حولت بعض المطارات العسكريه لمطارات مدنيه لاستقبال المزيد، شفنا خط تهريب جديد لدول شمال افريقيا وافريقيا الى بيلاروسيا. يعني العدد اذا نحن اليوم شايفينه ب 4000 او 5000 راح يكون 50000 ممكن يصل لل 100000 في حال ما تم حل هذا الوضع. ونحن شايفين موسكو تتفرج، بيلاروسيا تريد التفاوض، تريد الحصول على حصه اكبر. بعدين في تجربه سابقه شفنا دول كثير مثل تركيا قدرت تحصل على مساعدات هائله من الاتحاد الاوروبي، قدرت ترفع عنا بعض العقوبات او منعت هي العقوبات. فبالتالي بيلاروسيا عم تقول بينها وبين حالها ليه لا، ليه ما انا على القليل اذا ما حصلت على مكاسب ماديه بقدر احصل على تخفيف العقوبات او وقف عقوبات جديده على الارض. بالنهاية جميع الأطراف نحن أمام مشكلة سياسية لكن نعم. ذات طابع أخلاقي وهم المهاجرين أو اللاجئين. للأسف سيد سالم وللأسف أيضا وقتي انتهى. من باريس المحامي والمستشار في قضايا اللجوء والهجرة باسم سالم، من بروكسل بيتر كليبي رئيس تحرير موقع بروسلز ريبورت، ومن موسكو الكاتب الصحفي يفغيني سيدروف، شكرا جزيلا لكم. ولكل من تابعنا مشاهدينا الشكر الجزيل لكم أيضا.